صباح النور، صباح الخير، صباح الحب وصباح التفاؤل. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله نشارك معكم نهاري كامل بحال ديما. هنا جلست باش نفطر، حطيت الفيديو ديال جوليا بيوتي، بغيت نتفرج اخر فلوغ دارت، تبارك الله عليها، وتحيه خاصه ليها من هنايا صراحه. بين الناس اللي كيتعبوا القناه ديالهم وما واخدين حقهم، باش نقول لكم الصراحه، حيت التصوير والفيديوهات وهادشي البنات راه كياخذ منا وقت طويل وكياخذ منا واحد الجهد المونتاج، يعني هادشي ما يعرف بحقو غير اللي فريمون خدام فيه. داكشي علاش نتوما زعما بالمقابل كنتسناو منكم تشجيع لي لايك، تفرجوا في الفيديو، هكا كتعطيونا واحد كنقولوا واحد الطاقه باش كنزيدوا للقدام ونزيدوا نعطيكم اكثر واكثر. وشكرا لكم على التشجيع ديالكم لهلا خطيكم عليا البنات. قبل ما نبدا معكم لا فيديو، بغيت نوجه واحد التحيه خاصه للجزائريات. تبارك الله عندي واحد الفئه كبيره من الجزائريات اللي متبعيني، كانت كتبتها لي واحد الاخت في الكومونتير اخر فيديو، قالت لي امينه ما كرهتكش دير لنا تحيه. انا عارفه متبعيني الجزائريات، تبارك الله عليهم. كي كنقولوا كي كتقولوا نتوما حنا خاوه، وصراحه ما كتسمعوش منهم كلام العيب نهائيا، دائما تيخليو لي كومونتير زوينين. تحيه كبيره ليهم، واكيد تحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره، نتوما راكم في القلب وحنا خوت الحمد لله. المهم البنات، هنايا نط كنقوم بالواجبات المنزليه ديالي كما شفتوا معايا، نقيت داك البلاكار وغسلت كاع داكشي اللي كان فيه ونشفته ورجعته بلاصتو. من بعد ما ساليت دزت مباشره صيبت الغديوه. غديوتنا اليوم كان طويجين ديال الدجاج، درت معاه البطاطا والزيتون وصافي، غديوه سهله. المهم كل مره شنو كيكتب، كل مره شنو كي قسم الله، كل مره شنو كنتشهاو اننا نديرو. غادي نخلي الطواجين ديالي يطيب خاطرو، وها نتوما مكملين معايا الفيديو كامله. من بعد ما ساليت الشغال حطيت لصوفيا واحد شويه ديال الفخوي، كما قلت لكم انا دائما بين الغدا، بين الفطور والغدا كنعطيها شويه ديال الفخوي كتاكلهم. درت لها هنايا شويه ديال الرمان، البنان، المهم داكشي كتاكل بنتي وصافي. كل واحد وشنو كياكلوا ليها وليداتها. الطويجين ديالي راني خليته كيطيب كما شفتوا معايا. دابا من بعد ما تاكل صوفيا غادي ندير ليها الزيت لشعرها، غندير واحد العنايه للشعر ليا ولبنتي. وكما قلت لكم البنات، الزيت اللي انا كنستعمل مؤخرا لا ليا لا لصوفيا هو هذا ديال اسانس كوزميتيك. باقي كتقولوا لي عطينا سميه الزيت، ها هو البنات الزيت، انا قربت لكم الكاميرا باش هكا تشوفوه مزيان. ها نتوما القرعه كيجي فيها 100 ام ال، هذا 100% طبيعي. دائما تنقول لكم بلي الحوايج الطبيعيين ما تخافوش منهم، غير هو احترموا الوقيته ديال البرودوي، يعني شحال تقدري ديري في شعرك. حيت غنهضر لكم على واحد القضيه، نبهوني ليها غير البنات. انا كنت كن زعما كنقول لكم الطريقه كيفاش كيفاش تستعملوه، غير يقدر ما كتردوش البال اولا، المهم ما عرفتش. بالنسبه لهذا الزيت بعدا فيه 100 ام ال كما كتشوفوا، زوين فيه المزيج ديال 10 ديال الزيوت. تخيلوا معايا واحد الزيت فيه المزيج ديال 10 الزيوت، لي في اللي غادي يعطي ريحته زوينه بزاف، ما كتخنقش، ماشي شي ريحه اللي مجهده. كاينين فريمون العيالات اللي انا تنعرفهم ما كتقدرش دير الزيت واخا يكون كاين فيه بسبب ريحته، كتقول لك ريحه العشوب كتقهرني ما تنقدرش عليها، ولا راجلي الا جلس حدا كيبقى يشمها. المهم هادشي كامل غادي ما كاينش في هاد الزيت، هادي ريحته زوينه فنه فنه، وكيجي ثقيل، هو زيت سخون كديري في يديك كتحسي بيك السخونيه ديالو، كتشقي به شعرك، شقي به شعر بنياتك، راه كيعطي نتيجه واعره. غير صبروا لي شويه الناس واحترموا المعايير اللي غنقول لكم. واحد السيده خداتو تواصلت معايا في انستغرام، قالت لي بلي كتخليه اكثر من ساعه كديرو شعرها، من بعد كيبقى راسها كيضرها. قالت لي هاد القضيه جربتها هي وخواتاتها ونفس القضيه، يعني راسها كيبقى يضرها حيت كتخليه مده طويله. عافاكم البنات، ردوا البال هاد القضيه، دائما تنقولها لكم، ما عرفتش ما كتردوش البال اولا. ما عمركم تخليو الزيت اكثر من ساعه في الشعر ديالكم اولا تباتوا به، راه غلط. بدل ما يعطيك نتيجه اللي هي زوينه يقدر يعطيك نتيجه عكسيه. غير باش تعرفوا هذه المعلومه، هذه راه كنت بحالكم كنت غالطه، ولكن مني عرفت وجربت راه كنبغي نفيدكم حتى نتوما. راه اي حاجه تنقولها تنجربها وتعطيني نتيجه حتى نتوما نبغي ننفعكم بها. الزيت البنات خليه ساعه الا ربع، الا كثرتي ساعه ما تفوتيهاش. ديري السلوفان على شعرك ولا ديري شي زويف في حياتي، ولا المهم ديري شي زويف على شعرك، وخلي الفروه ديالك الراس ديالك من بعد ما ديري مساج. اكيد المهم نتوما تشوفوا الطريقه كيفاش غنديروا لصوفيا. ديري مساج خفيف لشعرك وجميع شعرك، وخليه واحد ساعه ساعه الا ربع، وسيري غسلي فقط. انا هاد الوقيته فاش كيطيب ليا الغدا كيطيب ليا الطويجين، راه غندير الزويته ديالي حيت انا ناقص على الطاجين، غندير الزيت وغنمشي ندوج انا وبنتي
نمشيو باش نتغداو، دونك ردوا البال هاد القضيه لقيتها. وحاجه اخرى الناس كيقولوا لي شحال ديال المده كديري، زعما شحال من مره كنديروا البنات. انا بعض المرات مره في السيمانه، وبعض المرات كنخلي جوج سيمانات كنديروا مره في جوج سيمانات، يعني كل مره صراحه وشنو. وماشي مشكل تقدروا ديروا حتى مره في السيمانه، ماشي مشكل، غير اعطيه وقته. وانا متاكده وقسما بالله البنات الا فلوسه حلال تنقولها وتنعاودها كيعطي نتيجه، وما كتضيعش فلوسك غير هكاك، ولا كتلوحيهم غير هكاك. لا مده، وهاد الزيت كاين عندي مده وانا كنستعملها، عاد جيت كنهضر لكم عليها. راه كيما قلت لكم، كيما قلت للناس ديال الانستغرام، راه كاينه اللي كتاخذ الزيت وتقول لك ها شوفوا البنات واعر، هي الله خاتو بسيمانه ما استعملاتوش. فهمتوني؟ انا راه ما كنديرش هكاك، ما نبغي نتحاشم مع حتى شي وحده فيكم. الحاجه زوينه زوينه، خايبه خايبه، هذا هو المبدا ديالي وكتعرفوا عليا من زمان وزمان. المهم انا غادي نمشي باش ندير لصفيا بالنسبه لهاد الزيت، ندير لها مساج خفيف للشعر ديالها، ونخليها تلعب شويه، ندخلها باش ندوش ليها. وانا كما كتشوفوا البنات غادي نبدا نشقل صوفيا في شعرها بهذا الزيت هذا، كنديرو في يديا كنسخنو شويه وكندير ليها مساج للشعره غير بيديا، يعني غير بحركات اللي كيكونوا بساط. حاولوا انكم تمصيو الفروه ديال الراس ديالكم باش كتحركوا الدوره الدمويه، وداك الزيت كيدخل للجلده وكتستافد منه مزيان. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ المهم انا يعني كندير زيت صوفيا وهي كتلعب في نفس الوقت بهاد الالعاب ديال تيبابو، اللي اش نقول لكم، قسما بالله الى الراحه، الراحه التامه. نهار خديتهم ليها تهنيت، مش حاجه سميتها التليفون. المهم قليل، ماشي نقول لكم كاع، ولكن عشان قليل قليل بزاف فين كتهز بنتي مازال التليفون. هاد الالعاب هادو كتستافد منهم، وفي نفس الوقت كتلعب وكتستافد في نفس الوقت. فهمتوني؟ زوينين بزاف هاد لي بوزل، شفتوهم كتكون بهم الصوره، وفي نفس الوقت كتعرف السميه ديال ديك الحاجه بالفرنسي. كنتمنى المهم تكون الفكره ديالي وصلات، وانا متاكده بلي الا خديتهم لوليداتكم ما تندموش عليهم نهائيا. لاكاديمي ديال تي بابو راكم عارفين بلي كاينه في اي تملول. دابا نخلي لكم المرتاح البنات تاخذوا نتوما اللي جوي لوليداتكم على حسب لاج، على حسب شحال في العمر ديال ولدك، ولكن راه فريمون تيعطيو نتيجه زوينه مع الوليدات. الناس اللي عندهم مشكل ديال التركيز، زعما وليداتهم عندهم مشكل ديال التركيز، راه ما كيبقاش عندهم داك المشكل، كيولي الوليدات كيركزوا كما قلت لكم، كتلعب البنيته اولا الوليد وكيستافدوا في نفس الوقت. هنايا درت لصوفيا حتى الزيت ديال الكوك شعرها لتحت كما شفتوا معايا، حيت زيت الكوك كنحس به كيهدر ليها الزغبه وكيطلقها. صافي هنايا جمعت ليها شعرها ونخليها تقريبا واحد ساعه الا ربع عاد ندخلها باش ندوش ليها. شفتوا صوفيا راه زعما من هي كتلعب كيهنيوني فيها هاد اللي زوين. انا بخدا ليها بزاف ديال الاشكال فيهم، وكنت ديجا شاركتهم معكم. المهم هادو زوينين بزاف بزاف بزاف، الناس اللي عندهم وليدات صغار جربوهم وردوا لي الخبر، كيعطيو نتيجه واعره مع الوليدات الصغار ما شاء الله. كما قلت لكم الوليد هو يلعب وملهي، وفي نفس الوقت راه هو كيستافد كيقرا، يعني فهمتوني، كي ما يحتاجوش كاع شي حد اللي يلعب معاهم، كيبقاو يلعبوا غير بوحديتهم تبارك الله ما شاء الله. وعندهم بزاف ديال الاشكال في هاد اللي جوي هادو البنات، ما كاينش غير كان خديت لصوفيا هادو، خديت لها المهم بزاف، كنت ديجا بارطاجيتهم معاكم. بديت انا البنات كندير مساج للفروه ديال راسي، كما قلت لكم شي حاجه اللي مهم انكم تمصيو شعركم بهذه الطريقه، المهم بحركه يدويه غير بصبيعاتك بحال هكا، باش البرودوي كيدخل الفروه ديال الراس، الدوره الدمويه كتخدم، وهكا كيعطيكم مفعول. انا الصراحه مكتبش عليكم، راه بانت لي نتيجه زوينه في الشعر ديالي. سخت داك النهار فاش مشيت عندها راه قلتها لكم، قالت لي امينه راه شعرك تيطول بواحد الوتيره تبارك الله، اللي دغيا دغيا ما شاء الله. وانتم براسكم تردوا البال البنات، تعقلوا شعري كي كان قداش. شوفوا دابا تالي نواصل، يعني الزيت كتطول لكم شعركم دغيا دغيا، داومتي عليها. فهمتوني؟ انا تقريبا قلت لكم بلي شهرين ونص تقريبا، وانا كان شهرين وشي حاجه ما عقلتش بالضبط شحال، ولكن شهرين وشي حاجه وانا كنستعملها، والحمد لله بانت لي النتيجه. حتى بالنسبه كما قلت لكم للتساقط ديال الشعر راه ما كيبقاش، يكفي انك تستعملي الزيت كما خصك تستعمليها. كنقولها وكنعاودها، احترموا المعايير، ما ديروش اكثر من ساعه، ما تفوتيهاش في شعرك اكثر من ساعه، وديري مساج بحال هكا صافي، من بعد سيري غسلي شعرك. كما قلت لكم انا حتى انا راني استعملتها، حيت غادي ندوش انا وبنتي دابا. جمعت شعري، غادي نخلي ديك الزيت تدخل ليه مزيان كما قلت لكم. دابا لقيتوني غادي نستعمل واحد القماش، فاش كنقول القماش كنقولوا اش ا اورغانيك، الماركه اللي انا كنثق فيها بعينيا مغمضين، كناخذ برودوياتهم حيت مجرباهم على راسي وعاطيني نتيجه وزوينين بزاف، والحمد لله الحمد لله. ما تنتحاشمش معكم فاش نشكر لكم شي حاجه، كاع البنات اللي جربوا راه كيصيفطوا لي لي ميساج في انستغرام، راه البنات كيتواصلوا معايا في انستغرام وتيصوروا لي لي برودوي اللي كياخذوا، وكيقولوا لي فعلا كنلقاو عليهم نتيجه زوينه. البنات هاد جوج ماركات ديال اسونس كوزميتيك واش اورغانيك، لحد الان الحمد لله ما لقيتش معاهم شي مشكل، بالعكس كاع داكشي اللي كاين اللي كيقولوا سمحوا لي اللي كيقولوا لي على البرودوي كنلقاه كاين في لي برودوي زوينين بزاف. انا غنستعمل البنات اليوم هذا ديال القهوه،
بالنسبه للماسك غنديرو حتى شوفوا شحال زعما بدات ما كنستعملو راه صافي قرب يتسالى زوين بزاف قوموجاتهم خطيرين واحد الترطيب كيعطيو فن 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 عرفتوا هادو الحبيبات ديالهم رقي وقيم ماشي دوك زعما تقدري ديري واخا تكون البشره ديالك حساسه ما خفتي والو غير هو القوماج راكم عارفين بلي مره في السيمانه ما تفرشوش على البشره ديالكم باش ما طيبش يعني كلشي فاش كنديرو بقواعدو راه خلاص كيعطي النتيجه هذا البنات انا كنديرو لوجهي كنديرو ليديا كنديرو لرجليا زوين كيعطي واحد البياض خطير كاش قلت لكم هذا ديال القواد غير دغيا كيتسال ليا وعندهم قوماجات وحدين اخرين فنين قوماجاتهم البنات كلهم كاينين ديال بودورتين الشوكي حتى هو زوين بزاف كاين الاخر ديال زيت ارغان حتى هو واعر المهم عندهم قماشات فنين ماسكاتهم حتى هما زوينين المهم انا كما قلت لكم غادي نستعمل هذا وحتى نمشي ندوش مور ما نتغدى وداكشي عاد ندير ماسك لوجهي عاد ندير شي ماسك اللي هكا المهم الوقت فاش نكون كنرتاح وداكشي باش طال البشره ديالي دير تنفع منه ايوا صافي بحال هكا غير بحركه خفاف دائريه غندوز على وجهي كامل زوين زوين بزاف حاولوا البنات تبقاو تعتنيو بالبشره ديالكم عتنيو بيديكم والله الا هادشي كيلعب على النفسيه اش نقول لكم كتحسي بالنفسيه ديالك زوينه ملي كتشوفي فراسك في المرايه زوينه وجهك نقي ما فيه لا حبوب ما فيهش ليطاش ما فيه حتى شي حاجه هادشي راه كيلعب على النفسيه وانا هكا راه ماشي حتى درت القناه اولا والله الا انا هكا زعما من قبل ما نتزوج كيعجبني نعتني بالبشره ديالي كيعجبني نعتني بشعري كيعجبني فهمتوني كنمر بلي العيرات كاملين بحالي المهم انا غنبقى هكا حتى نقومي وجهي كامل غندير ليديا حتى هما ورجليا ما تغدينا ودوشت انا وصفياتي خليتها جالسه كتلعب لقيتو يلاه جا عندي الليبروره البنات ديال لا سوسيتي اويافيش كاينين في تسيله الناس ديال اكادير غتعرفوا تسيله فين جات كنظن غتعرفوا هاد لا سوسيتي انا صراحه كنت كنقلب على شي حد اللي كيدير الحوت فخي وفاش لقيتهم كومونديت من عندهم واحد الباك كنغاشرك معكم شنو كاين فيه كنتو انتريسي حتى نتوما هكا بالنسبه للناس اللي كيديروا التقضيه ديال الشهر يعني كتبغي تاخذي شويه الحوت شويه الدجاج شويه هذا بالنسبه لهادو راهم موفروا لينا انهم زعما كيديروا لكم لا ليفريزون حتى للدار انا كتعجبني هاد القضيه ما بغيتش نضيع الوقت بزاف في التقضيه كنبغي بحال هكا الناس كيديروا الخضره كناخذ منهم الناس كيديروا الحوت كناخذ من عندهم هكا كما قلت لكم ما كنضيعوش الوقت في التقضيه وسيرتو سيرتو ملي كنلقى الجوده راه كنبقى فيدل كما قلت لكم بالنسبه لا سوسيتي سميتها اويافيش غنوريكم انا الباك ديالي شنو خديت فيه نتوما تقدروا تاخذوا زعما على حسب كل وحده والاحتياجات ديالها كل وحده وشحال الافراد الاسره ابتداء لي باك عندهم تقريبا 109 درهم يعني على حسب كما قلت لكم نتوما وشنو غادي تاخذوا غنوريكم شنو كاين في هذا الباك هذا اول حاجه كاينه عندي كاين عندي هنايا لي بروشي ديال اسبادون ها هما هادو راه كيجيو زوينين في الطياب ديالهم كيجيو تقريبا لوغو ديالهم بحال ديال اللحم ولكن هما تيكونوا فتيين على اللحم كيكونوا بنانين كنكونوا عارفينهم ها نتوما فيهم كيلو خديتها البنات طون طون الاحمر راكم عارفين انه خديت فيه غير نص كيلو كما كتشوفوا خديت الباجو حتى هو كيعجبني الحوت ديالو خديت الفيلي ديال سميتو لا دوغاد انا ما كنفهمش البنات بزاف في الحوت باش تعرفوا لا دوغاد خديت الفيلي ديالو خديت الكروفيت حتى هو خديت الكالامار رونديل ها هو كما كتشوفوا هنايا خديت الكروفيت وريتو لكم شنو سميت هذا النوع ديال الحوت حسين ميرلون اه الميرلون وهذا سومون خديت السومون حتى هو ها هو نتمنى يكون واحد حليتكم المهم حيت هما تيعطيوكم لو باك بحال هكا وتديروا لكم الثلج عليه من الفوق راكم عارفين الحوت يعني ما ضروري خص يكون عليه الثلج صافي دابا انا غادي ناخذ الحوت نعاود نغسلو نقسم كل حاجه بوحديتها ونديرو في الفريكو المهم كما قلت لكم بالنسبه لهاد لا سوسيتي الا بغيتو حتى نتوما كنتو انتريسي باش انكم توفروا عليكم تمشيو تتقداو داكشي وتبغيو تاخذوا من عندهم دابا نخليكم البنات نمرتهم في صندوق الوصف انا يلا وجدت راسي البنات غنخرج دابا انا وصفياتي ياك صفيا غنمشي كنقلب على واحد لاباغاي ديال الرجلين المهم دابا نخلي لكم انا شي تصويره الا جاب لا ما لقيتهاش في اكادير وكنتو عارفين فين نقدر نلقاها كنتمنى انكم تكتبوا لي في الكومونتير واحد لاباغاي اللي كدير مساج بالنسبه للرجيلات محتاجه ما نكذبش عليكم كتحسي فريمون بواحد الراحه قالوا لي البنات كازا بلي كاينه في بيم بالحق هنا في اكادير قالوا لي شوفي مرجان ما لقيتهاش مرجان حيت انا كنت ديجا قلبت مرجان ما لقيتهاش المهم دابا لقيتني غندير هاد الريحه اللي وليت كنحمق عليها شوفوا البنات وقيلا رفت فيها النص كثرت ما كنديرها هاد اليامات كتعرفوا وقيت البرد حنا كنبغيو روايح ديال العود وهادي
هي الطوب، هي الواعره، هي اش نقول لكم، هي اللي كنحماق عليها فهاد الوقيته كنديرها. وفريمون اي واحد سلمت عليه كيسولني اش من ريحه دايره، حيت ريحتها كتحمق. هاد سيلفر عود هادي اللي خديت من عند بيت الخليل. وعلى ذكر بيت الخليل البنات، بغيت نقول لكم بلي دار لكم واحد لا بروموسيون فن فهاد 3 ايام هادي. كنتمنى زعما ما تفلتوهاش الا بغيتو تاخذوا ديك المباخره اللي فيها بزاف ديال لي زارتيكل، كنت ديجا شاركتها معكم. دابا نخليكم تصويرتها هنايا الناس اللي ما كانوا شافوها. مبخره لي كلاس ديال الضياف، تخليها غير للمناسبات، كتحمق سيختو حنا على قريب ذكرى المولد النبوي. تبغي تلقي البخور كيجيو العائله، دايرين فيها بروموسيون واعر. هي كان الباك فيه 8 ديال البياسات كان بثمن ديال 1400 درهم، دابا دايرين ليه غير 800 درهم. انا راه غير بخور واحد كنت كنشري ب 800 درهم، هذاك معجون الشيوخ كنت كناخذو بثمن ديال 800 درهم. هذا باك اللي فيه العود، فيه مبخره، فيه المهم فيه بزاف ديال الحاجات، راه كنت ديجا شاركتو معكم اللي غزال. قلت ضروري خصني نقول لكم هاد البروموسيون، زعما الا بغيتو نتوما تستغلوها ما تفلتوهاش. لي برودوي ديال بيت الخليل لا كاليتي، داكشي عندهم زوين بزاف. هاد لا بروموسيون بنات زوينه، كنتو انتريسي بها تقدروا تواصلوا معاهم، وراه كيصيفطوا لاي بلاصه فين ما كنتو يصيفطوا لكم حتى عندكم. المهم انا غادي نخرج نقلب، الا جاب لقيت هذيك لاباري غنشاركها معكم فاش نرجع. ما لقيتهاش حتى تقول لي نتوما فين نقدر نلقاها. انا يلا دخلت للدار، مشيت بدلت عليا. بالنسبه زعما ما شاركت معكم حتى شي حاجه باش كنت خارجه، ما صورت لكم والو، حيت اصلا ما كان ما يتصور صراحه. حد يقدي داكشي اللي عندي ما يتقدا. خديت هذيك لاباري اللي قلت لكم، وليت لقيتها مازال. لقيت عند واحد مول ماكياج خلاها لي بثمن ديال 370 درهم، 370 باش خليها ليا. دابا نوريها لكم البنات كدير مساج بالنسبه لرجلين، صراحه زوينه. الا لقيتوها غير خذوها، الناس اللي عندهم بيم في المدينه ديالهم غتلقاوها بثمن مناسب. دايره 150 درهم، المهم انا دوك ديال 150 درهم ما لقيتهمش، لقيتها بهذا الثمن هذا خديتها. قال لي السيد بلي كيديروا 400 درهم زعما، المهم نقص ليا شويه، حيدي واحد 30 درهم وصافي. هذا ما كان. دابا غنمشي للكوزينه نشوفوا واش غنقدروا نقاد الطبيله ديالي ديال الكوتي، المهم كوتي وعشا حتى نحط الطبيله وناكلو نساليو، عاد نشارك معكم. بالنسبه لاباغي اللي قلت لكم خرجت على قبلها، انا البنات وجدت الطبيله ديال الكوتي وشعلت اكيد واحد شويه ديال البخور، انا غادي نحطو هنا. المهم حنا غوتي وعشاء بحال ديما، غالبا فاش كنديرو الغوتي معطلين ما تنبقاوش نديرو العشاء من بعد. صايب الحرير راه مازال كطيب في الكوزينه. بالنسبه لذاك البلا اللي خديت عند ام هذيك، شوفوا البنات شحال كيجي زوين، شتو غزال كيبقى يضرب بحال هكا. انا حطيت فيه بالنسبه لهذوك اللي كنت خديت البارح اللي جت معايا من تيزنيت، حطيتهم باش نديرو بهم الغوتي. كما شفتوا معايا زوقت واحد شويه الفرومبواز وبهاد القريعات الصغار ديال النوتيلا اللي قلت لكم حتى هما راني واخداهم من عند ام هذيك، هادو كيجيو زوينين. وحطيت الحليوات، عرفتوا البنات هادي هاد الحلوه بالضبط، هادي شوفوا كيفاش كتجي بحال هكا ديال الكوك، خطيره في المذاق. هادي انا اول مره كندوقها باش نقول لكم الصراحه عجبتني بزاف، من عند الباتيسري ديال لا فيل نوفيل اللي كنت خديت كما قلت لكم البارح من تيزنيت. مذاقها رائع بزاف 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 بزاف. وخلاص راني عمرت هنايا اتاي، شلت الشميعه غير هكذا باش مابقاش هاد ليا السخونيه. ها هو وصافي، حطيت العصير وحطيت غير داكشي اللي كاين وصافي. كما قلت لكم بالنسبه للحرير راه مازال كطيب، حتى طيب وغادي نحطها حتى هي باش هكذا نديرو عشاء وكوتي. حطيت واحد شويه ديال الفاكهه هنايا في هادو، شتو مدرتو هما كيجيو فنين في الحطه ديالهم. هادو اللي كنت خديت من عند ام هذيك كيجيو زوينين كما قلت لكم البنات. يلاه وجدت، المهم ماشي الحلوه الحسوه كل واحد شنو كيقول ليها. صايبت انا ديال الشيشه وغادي ندير فيها هاد حبوب الشيا هادو، هادو راه زوينين كيجيو مع الحلوه كيجيو فنين. انا نقول لكم طريقتي، كناخذ هذا الماء وكندير فيه نيدو، انا كتعجبني هذه بنيدو ماشي بالحليب عادي، كنخليه ملي كيطيب وكنخوي ليه. تقدروا ديروا البلبوله زعما التيشه، ولا ديروا السميده، ديروا اللي بغيتو، كتجي بنينه كيجي فيها داك لوغو ديال نيدو زوين بزاف. حليب بودر، المهم ديروا نتوما اللي بغيتو. كما قلت لكم انا غادي ندير دابا هاد حبوب الشيا من الفوق، هادو كنديرهم في الحريره زعما الحسوه بحال هكا، كنديرهم في دانون هكا، الا خديت دانون كنديروا عليهم من الفوق. هي صحيه كما قلت لكم، وفي نفس الوقت كتجي بنينه. ناخذ شي معلقه باش نزيد ليها. ديرو شحال ما بغيتو، المهم انا صراحه كتعجبني. ايوا صافي جربوها البنات. هذا كنت داك النهار شاركتها معكم، خديتها من
البارافارماسي ديال البي اس ان فارون وخلاص راه تلقاوها واقيلا موجوده. شتو هي اللي بغيتو تسكرينيوها؟ غادي نبارطاجي معكم بالنسبه لاباريل خرجت كيما قلت لكم باش ناخذها حيت صراحه كانت خاصاني وهذه انا متاكده تكون خاصه كل سيده كتبغي تجلس واحد الوقيته مع راسها من الليل لليل تبغي ترتاحي تحط رجلات كانهم يرتاحوا وفي نفس الوقت كيدار لهم واحد المساج اللي هو زوين. بالنسبه لهذا لاباري كيما قلت لكم دخلتها ب 370 درهم كتجي بحال هكا. هي راه كتخدم بالضو ها هو البريز منين ديت كيما شفتوا مبرونشيه في الضو. تقدروا ديري فيها بندوج اولا ديري فيها اللي بغيتي ولكن انا الا كنت ننصحك ديجا بلا بودغ اللي كتريح الرجيلات هي هذه البنات. هذه فنه ديال اسانس كوزميتيك كنشكرتها لكم شحال هذه قلت لكم انا راه كندير بعض المرات غير بانيو د الماء عادي ندير فيه الماء السخون ونخوي فيه هاد لا بودغ. هذه فنه زوينه بزاف غتقولي علاش كتليق حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الفطريات بين صبعهم ما غيبقاش عندكم هذا المشكل الا وليتو كتستعملوا هاد لا بودغ. الناس اللي كيجيو عياني وكتبغي تريحي رجيلاتك استعملي هاد لا بودغ هذه خلاص الا درتيها مع لاباري كان احسن. ما كانش تقدري كما قلت لكم ديروا غسل الماء السخون وديروا فيها حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الجلده الميته هاد لا بودغ البنات كتحيدها لكم كتهناو منها ملي كتخليش ايد رجليك واحد المده ديال هكا ربع ساعه زين محكه وحكي وشوفي رجيلاتك كيفاش غيخرجوا خرجوا كيحمقوا وسختوا فيها واحد الريحه باش انا غنحل القريعه باش تشوفوها كي دايره من الداخل. كتجي بحال هكا فيها الورد فيها الخزامه فيها الملح الحيه فيها بزاف ديال الحوايج. هاد لا بودغ كتعتبر سوان متكامل بالنسبه للرجيلات سوان متكامل بحال درتيه فشي سونتر اللي هو كبير. هادي البنات كاع ما تفلتوها غير جربوها انا متاكده غتعجبكم حتى اللي بغات تهلا في رجلين راجلها يعني هكا بغاك ديري ليه ماساج اولا ديري ليه هاد الملح قبل فمون زوينه بزاف فيها حتى الخزامه كتخلي واحد الريحه كتحمق في الرجيلات. هادي كما قلت لكم من عند اسانس كوزميتيك ماروك لاباج لي كناخد من عندها حتى بالنسبة للزيت اللي شكرت ليكم. هاد لابودغ حتى هي واعرة وزوينة بزاف وخدمو عليها بزاف وأنا كيما قلت ليكم عجباتني وهي اللي غادي ندير. لقيتوني هنايا صيبت واحد تيزان ديال لويزا لأن كيعجبني نشرب لي تيزان ديال لويزا قبل ما نعس غادي نشعل الشميعة ديالي هاكا تقدري تقراي شوية القرآن ولا قراي شي كتاب كيعجبك أولا تفرجي فشي فيلم كيعجبك المهم واحد الوقيتة لراسك نتيا كيما قلت ليكم. أنا غندير هاديك لابودغ في هذاك البانيو هذا اللي وريتكم عاد دابا غادي ناخذ هاد لي باتش هادو ديال تحت العينين غادي نديرهم تحت من عينيا وغادي نترو لاكسا. المهم بالنسبه لهذيك كتجي مع هاد الكتيب ديالها بحال هكذا شفتوا زعما اللي كيعطيكم تعليمات عليه وكلشي. ها نتوما انا شعلتها كتشعل بحال هكا هي فيها شي شويه صداع ديروا شي قطن في ودنكم باش ما تسمعوهاش. وبالنسبه لهذوك اللي كاينين لداخل ما عرفتش واضحين لكم ولا لا هذوك هما باش كديروا المساج لرجيلاتكم. المهم هاد لاباري راه زوينه غتنفعكم بزاف بزاف. ايوا صافي هذا ما كان البنات غنخليكم راحه الله ونقول لكم تصبحوا على خير ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جديد. كانوا كيعجبكم بحال هاد الروتينات قولوها لي على الراس والعين بقى نشاركهم معكم وبسلام عليكم ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جديد.